عن ذكرى الحرب الإيرانية العراقية بعد مرور 35 عاماً على انتهائها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني تمر الذكرى اليوم 35 للحرب بين العراق وإيران، انتهت في 8 من آب عام 1988، والتي كان أهم أسبابها تنصل إيران من تنفيذ اتفاقية مخرجات اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975. بداية دكتور، كيف ترى أسباب اندلاع الحرب وما تمثله اليوم بعد كل تلك السنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولقناة الرافدين وللعاملين عليها. وفي هذه المناسبة نسأل الله الرحمة لشهداء العراق الذين وقفوا أمام الغزو الإيراني الذي أراد بالعراق والأمة سوءا، ودفع هذا الشر إلى أن أتت الولايات المتحدة الأمريكية وحققت لهم ما يريدون، وهذا هو المقصد الأساسي. عودة إلى الإجابة على سؤالكم، العراق قدم إلى الأمم المتحدة 244 مذكرة احتجاج واعتداءات إيرانية موثقة في الأمم المتحدة قبل أن تبدأ مجريات الحرب في 4/9 وما تلاها، وفي يوم يرد الشام اليوم 22 ساعة. والدليل العراقي كان واضحا ومتوفرا لدى العراق حتى بعد انتهاء الحرب، هو الطيار الإيراني الذي تم أسره في الأراضي العراقية بعد أن قام بضرب أهداف عراقية وتم أسره داخل العراق. فبقى هذا الهدف وهذا الشاهد دليل على أن إيران هي التي بدأت الحرب. إيران حقيقة على مدى الخط التاريخي لها منذ الفتح العمري، الفتح الإسلامي في معركة القادسية ونهاوند، وهي تخطط لضرب العراق وضرب الأمة من الخلف دائما، وهذا هو التاريخ الذي يثبت أنه قبل الإسلام وما بعد الإسلام. هذا هي الأطماع الفارسية في العراق والتي امتدت قبل الإسلام ب11 قرن، وأنهيت في معركة القادسية في السنة 15/16 للهجرة، وفي خلافة عمر بن الخطاب في عام 21 للهجرة في معركة فتح الفتوح أنهيت هذه الحقبة إلى الأبد. ولهذا السبب هم يحاولون الكرة كل مرة. إيران في ذلك الوقت ولا تزال تنفذ المشروع كيسنجر، اللي هو نظرية الاحتواء التي أطلقت عام 1974، وبدأها الشاه نفسه في توقيع اتفاقية مع أمريكا بالإطاحة حامي النظام العراقي والحكومة العراقية الجديدة، وبدأت مشاكل معروفة عام 74 و75. ولكن حكمة القيادة العراقية في ذلك الوقت وتوقيع اتفاقية الجزائر أدت إلى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها باستبدال الشاه على العوز بسرعة، وتهيئة خميني للقيام بدور أكثر فاعلية وأكثر تدميرا في المنطقة، ويقود مشروع تدميري بعيد المدى مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ومن يلف لهم مكيال صهيوني تحديدا. وبدأت حرب الثمان سنوات التي أريد منها هو إضعاف العراق إلى الحد الذي يسهل انتشار المشروع الأمريكي الذي نراه حاليا على واقع الحال الآن الذي نعيش. ولكن صمود الشعب العراقي ووقوفه بوجه هذا التعنت الإيراني، وحقيقة ملحمة تاريخية يفتخر بها لكل العرب. ولا ننسى كيف احتلت الإيران الفاو سنتين وماذا فعلت بها، واعتبرتها نقطة لانطلاق الجمهورية الإسلامية وتصدير الثورة إلى المنطقة. طيب دكتور، وللأسف الشديد دكتور عفوا، يعني نقفز 35 سنة، إيران تسيطر اليوم بشكل شبه كامل على العراق، ولكن في هذا الإطار هل يمكن القول أن الغزو الأمريكي كان بمثابة حصان طروادة لطهران في هذا التوقيت حاليا دكتور؟ أنا أرى أنه المشروع الإيراني الأمريكي الإنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي كان موجودا على الأرض حتى في قبل العام 1990، وهو حرب النيابة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخلها إيران
بشقين. الشق الأول هو الضرب الجانب الإسلامي والعقيدة الإسلامية بالفكر المنحرف الذي أتى به خميني، وهذا واقع الحال الذي يؤثر على المنطقة بشكل أوسع من العراق. العراق هو البوابة الشرقية فعلا، المصد الذي وقف وجه هذا التوجه. أثبتت الأحداث لاحقا بأن المشروع الأمريكي والإيراني مشروع واحد، برغم من كل المهاترات الإعلامية التي نسمعها الشيطان الأكبر وما إلى ذلك. ولكن أثناء الحرب العراقية الإيرانية كان هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران على التسليح، وإيران يدخل دليل وحتى الأسلحة التي يتم ملكها الصهيوني. إذن هناك مشروع مشترك أسقطت من قبل العراقيين بالقوة عندما أسقطت نظرية أمن الحدود المعروفة عام 86، عندما استطاع العراق أن يطور الجانب العسكري والتسليحي وخاصة الصواريخ. أسقطت نظرية أمن حدود الكيان الصهيوني الذي أمر خميني وأتباعه بأن تقف الحرب مأمورا وليس مختارا، إضافة إلى أنه أجبر على، لأن النصر كان واضح للعراق. ومن هنا بدأت المؤامرة لاحتلال العراق منذ ذلك الوقت، واستبدلت إيران بالكيان الصهيوني كما تعلمون وما جرى في ذلك الوقت، إلى أن تطورت الأحداث ووسيقت إلى الوضع الذي نراه خلال 35 عام الذي بعد من ذلك الوقت ولحد الآن. ومنذ الاحتلال الأمريكي تبينت الأحداث وأثبتت كل ما نقوله وصحت ما نقوله بأن أمريكا استخدمت إيران وساعدت إيران على احتلال العراق، وهي التي أتت بكل عناصر إيران التي كانت تقاتل مع إيران في ذلك الوقت ضد العراق لتسلمهم حكم العراق بالوقت الحاضر. ومن رفع السلاح ضد بلده مقاتلا مع إيران هو الآن الذي يحكم العراق، وهذا لا يريد بالعراق خيرا، وهم أدوات الهدم والتدمير الذي وصل إليها العراق في الوقت الحاضر. وليس العراق هو الهدف الأول، العراق الهدف الأخير، لكن ما حصل ما بعده هو السماح للتمدد الإيراني إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن، ومحاولة خنق الجزيرة العربية ودول الخليج من الشمال والجنوب. والوضع الحالي يبرهن ما صحت ما نقول، الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مشروعها معزولا عن التمدد الفارسي أو الصفوي في الشرق الأوسط، بل استخدمت هذا الأمر استخدام بامتياز، لأنه هو هذا المشروع التدميري الذي يحقق لكل الأطراف المشاركة في هذا المشروع المدى التدمير المقصود، وهو التدمير على جانب العقيدة، التدمير على جانب الاجتماعي، التمدد على الأخلاقي، التخلف في بلدان الهدف. يعني لاحظ أنه إيران تطور التكنولوجيا وتسعى في هذا المجال وتصدر التخلف إلى العراق الدولة الهدف. إذن هناك مشروع متكامل لتقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال تحمي هذه العصابات في المنطقة الخضراء، لأنه هذا الموضوع هو هدف بالنسبة لأمريكا، وهذا هو هدف الاحتلال بالأساس. أمريكا ما جاءت للعراق لكي تبحث عن سحب دمار الشامل حسب هذه الكذبة وغيرها، ولكن أتت لتدمر المشروع النهضوي الذي مصدره العراق. وهم لديهم نظرية أنه ما قامت حضارة في وادي الرافدين إلا امتدت، وهذا الكلام حقيقة يطول شرحه. دكتور، فسرتم مشكورين موقف طهران والميليشيات والأحزاب الموالية لها في العراق من الاحتلال الأمريكي، ولكن يعني بعد 35 سنة من انتهاء الحرب الإيرانية العراقية، هل أثرت فكرة تصدير الثورة التي اعتنقتها ما يسمى بثورة الخميني على علاقات العراق بإيران في هذا التوقيت تحديداً؟ لدى الشعب العراقي أصبح يقينا بأنه الحرب العراقية الإيرانية التي كانت الحرب التي قامتها إيران حرب كان العراق محقا بها، وهو يمثل الرد الحقيقي على هذا المشروع. بعد أن كانت هناك أطراف تشكك بأنه ثورة الشيعة كما يدعون ولأنه كذا، ولكن الآن أهل العراق من جنوب العراق وبالمسمى الذي تريد إيران هم الذين يقفون الآن ضد المشروع الإيراني وبكل وضوح، بعد أن أصبحت الأهداف واضحة وأصبح كل شيء مكشوف. الآن
الثورة العراقية في ثورة تشرين ابتدأت من المناطق التي كانت تعتقدها إيران هي مناطق الهدف لها أو مناطق النفوذ المسيطر عليها أو الجناح الآمن، ولكن الشعب العراقي بوعيه استطاع أن يكشف حقيقة ماهية هذه الأحزاب التابعة لإيران وماهية المشروع الإيراني، وكشف بوضوح الولاء المطلق لهذه الأحزاب في إيران على حساب العراق. والوضع الحالي خير دليل على ما 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 ما, ما انتبه إليه الشعب العراقي بأنه الوضع الآن هو وضع سيء يقال لصالح المصالح الإيرانية بكل المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. الميليشيات التي تأتمر بأمر إيران كانت حقيقة خير دليل على ما نقول، وحتى القيادات العراق اللي تسمى عراقية بين قوسين كانت تأتمرت بأمر إيران بشكل مباشر. تدخل في سوريا عندما أرادت إيران ذلك، ونذكر الشعب العراقي بموقف نوري المالكي عندما تم تفجير وزارة الخارجية قال سوريا والنظام السوري هو المسؤول، ولكن بعد 6 أشهر هذا هو نفسه يدفع ميليشيات الدفاع عن النظام السوري في دمشق لأنه الأوامر إيرانية. إذن من يحكم العراق هم الإيرانيون الذي ولاءهم لإيران ربما أكثر من الإيرانيين أنفسهم. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.